ونحن نستحضر في مطلع هذا الحديث عبارة الصحابي الجليل خباب بن الأرت رضي الله عنه، فإنه قال لرجل: تقرب إلى الله بما استطعت، واعلم أنك لن تتقرب إليه بشيء هو أحب إليه من كلامه. تقرب إلى الله بما استطعت، صيام، صلاة، دعاء، صدقة، إحسان، بر، كل وجه من وجوه الخير. تقال: تقرب إلى الله بما استطعت، ثم قال: واعلم أنك لن تتقرب إليه بشيء هو أحب إليه من كلامه. يا قوم، من أحب الله أحب كلامه، ومن أحب كلامه أنشأ بينه وبينه صحبة مستمرة، لا أقول إلى الممات بل إلى ما بعد الممات. في الحشر يبقى القرآن صاحبا لصاحبه، من صحب القرآن في حياته ظفر به في قبره وفي حشره، وظل القرآن أنيسه وصاحبه وشفيعه. بركات القرآن يا إخوة هي كما أراد الله أن يكون القرآن مباركا، قال: وهذا ذكر مبارك أنزلناه، وقال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك. مبارك، ما وجه البركة في القرآن؟ كل وجوه البركة بلا استثناء. هل هي بركة الأجر والثواب؟ نعم. بركة العمر والوقت؟ نعم. بركة الزوجة والأولاد؟ نعم. بركة الوظيفة والرزق والمعاش؟ نعم. بركة الصحة والعافية؟ نعم. كل ما شئت من وجوه البركة فإن الله أراد أن يكون كتابه مباركاً.